يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. جايلكم النهارده انما بحكايه ايه لكوين، هتعجبكم جدا. قدرت فعلا تعجب كل اللي سمعها قبل كده، علشان كده جيت احكي لكم حكايه النهارده. لكن كالعاده وقبل ما نبتدي حكايتنا، ننزل بسرعه نحط لايك على الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا كل إشعاراتنا إن شاء الله. وكالعادة بتاعتنا نصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا نتعرف على بطل الحكاية النهاردة. أصل المرة دي البطل مش واحدة ست إنما راجل. يلا بينا نسمع حكايته ونشوفها للنهاية. أنا حاتم، عندي 35 سنة. حكايتي مش من النهاردة، أنا حكايتي تقريبا من 9 أو 10 سنين. أفتكر اليوم ده كويس، كنت لسه صاحي من النوم وبجهز حالي علشان أنزل الشركة، ولقيت أمي بتنده عليا وبتقولي: إيه يا حبيبي، أنت نازل شغلك ولا إيه؟ مش ناوي بقى تريح قلبي وتريحني من وجع القلب اللي أنا فيه ده، وتتجوز وتجيب لك واحدة تشوف طلباتك وتصحيك كل يوم بدل ما أنت واجع راسي معاك؟ إيه يا ست الكل، صباح العسل، هو انت ما زهقتيش من الموال بتاع كل يوم ده ولا ايه؟ يا سلام، هو انت فاكر نفسك صغير ولا ايه؟ انت خلاص داخل على 25، واللي من جيلك اتجوزوا وعيالهم في ايديهم. يا حبيبي الجدعان بقى، خلاص اللي حصل حصل. شفت نصيبك مرة مع واحدة وما طلعتش بنت حلال، هتكره صنف الستات ولا ايه؟ والله يا امي ابدا، اولا انا مش هتجوز واحدة غير لو قلبي دقلها وحسيت ان انا فعلا حاسس ان انا عايز اكمل معاه. القصه القديمه انتهت، وبعدين انا كنت لسه صغير وفي الجامعه، مش مأثره عليا قوي كده يعني. وبعدين بقولك ايه يا ست هاله، يا حاجه ماما، انا اتاخرت على الشغل، سيبيني انزل بقى. ركبت عربيتي ورحت الشركه، لكن مش هكدب عليكم، كنت بكدب على امي في كل حرف بقوله لها، لاني فعلا كنت مريت بقصه حب وانا في الجامعه، ولحد النهارده مأثره فيا وتقريبا كرهتني في كل صنف الستات، علشان كده ما كنتش بفكر اتجوز. الناس كانت شايفاني ان انا صغير وان انا يعني ما عجزتش عشان امي كل شويه تطلب مني الجواز، لكن ده لاني انا الابن الوحيد، وامي وابويا مرتاحين ماديا جدا، لدرجه ان انا خلصت جامعتي وقدرت افتح شركه مع واحد صاحبي، والحمد لله ماديا انا مرتاح جدا. وصلت اليوم ده الشركه وكان عندنا دفعه جديده من الموظفين، وطبعا كان مطلوب مني ان انا اقعد معاهم واشوف مؤهلاتهم والسي في بتاعهم يكون محترم وينفع الشركة بتاعتنا ولا لأ. وفعلا قعدت معاهم كلهم، لكن في اليوم ده شفت شروق. شروق كانت من الموظفين الجداد، لكن كانت مميزة جدا، قدرت في أيام بسيطة أو في شهور قليلة إنها تثبت نفسها في الشغل وتحبب كل اللي موجود في الشركة فيها. بصراحة كانت بنت كاملة من كل حاجة، وطبعا الكمال لله وحده، جمال وأخلاق وأدب ورباية، وكمان كانت متميزة في شغلها جدا، ولأني كنت رئيسها المباشر وكانت دايما تحت إيدي، طبعا كان في كلام كتير بينا وعلاقة في الشغل. واحدة واحدة ومرور الوقت بدأت إن أنا أعجب بيها، خصوصا إنها كانت متميزة في شغلها. في الأول بصراحة أنا كنت بكابر، لكن بعد كده ما قدرتش وحسيت فعلا إن أنا بدأت أحبها. هي ما حاولتش إن هي تبين لي أي حاجة من ناحيتها، خصوصا إنها كانت متربية كويس جدا، بقالها معانا في الشغل حوالي سنة. في الفترة دي قررت إن أنا أعترف لها بحبي، لحد ما في يوم كانت داخلة عليا المكتب وطلبت منها إن إحنا نتقابل بعد الشغل لأني محتاجها ضروري. لقيتها ردت عليا وقالت لي: معلش حضرتك، أنت هتكون محتاجني في إيه غير الشغل؟ لو في أي تعليق عند حضرتك ممكن تقوله لي دلوقتي. قلت لها بكل صراحة: بصراحة يا شروق، اللي أنا عاوزك فيه مش في الشغل، وطبعا مش هينفع نتكلم في المكتب. أنا هقعد وهتكلم معاكي كلمتين، ولو ما عجبوكيش تقدري تمشي وتسيبيني. وبالعافية رضيت ان احنا نتقابل. قعدنا في كافيتيريا جنب الشغل، واعترفت لها ساعتها ان انا بحبها ومعجب بيها، ومش في دماغي اي حاجة غير الجواز، وحكيت لها كل حاجة عن نفسي، وهي كمان بدرتني نفس الشعور وقالت انها كانت معجبة بيا جدا، لكن ما كانتش تقدر تبين ده. بيني وبينكم اتعلقت بيها وحبيتها اكتر، لكن طلبت منها ان احنا تبقى علاقتنا رسمي. لقيتها ساعتها قالت لي: مش هينفع دلوقتي، خصوصا اني أختي لسه مخطوبة تقريبا من شهرين، وحالة أبويا المادية ما تسمحش إن أنا وأختي نتخطف في نفس الوقت، لأنه بصراحة كده مش هيقدر على جهازي وجهازها، وأنا مش هينفع إن أنا أحط والدي في أي موقف محرج، لأنه طبيعي لما أنت هتيجي تتقدم ويشوفك شخص مناسب هيوافق على كده،
لكن انا طبعا مقدره ظروف والدي كويس، فمش هفكر في اي جواز او في اي مرحله من الخطوبه الا لما اختي ايمان تتجوز الاول. صراحه كده انا احترمتها جدا، خصوصا انها كانت واضحه ومعرفاني كل ظروفها، وتقديرها وتكبيرها لابوها كبرها في عيني قوي. قعدنا سنتين مرتبطين، مش هقول لكم ان انا في السنتين دول عشت ايام حياتي الاجمل، عمري في حياتي ما شفت احلى من كده. بنت كانت في منتهى الرقه والجمال والادب، لحد ما اختها اتجوزت، وبعدها تقريبا ب6 شهور طلبت ان احنا تكون علاقتنا رسمي، وهي وافقت ورحبت جدا. وقتها رحت اتقدمت لابوها، وطبعا هو رحب ووافق جدا، وتمت الخطوبه بسرعه. ما قدرتش ان انا اتقل عليهم في اي حاجه، خصوصا ان انا شقتي كانت تقريبا كامله من مجاميعهم. اتجوزنا، وبعد جوازنا بحوالي شهرين شروق قررت انها تقعد من الشغل علشان تتفرغ للبيت، خصوصا ان هي عرفت ان هي حامل. ساعتها ده كان احلى خبر في حياتي، كنت مبسوط جدا، وكنت دايما بشكر ربنا انه اخيرا خلاص عوضني بانسانه بتحترمني وبتحبني وبتقدرني. واحلى ما في الموضوع انها كانت بتود امي وكانت بتحبها جدا لاقصى درجه. بيني وبينكم كنت حامد ربنا على حياتي. مرت الأيام وربنا رزقني بابني مالك الكبير، وبعدها ب3 سنين رزقني برؤية. كان عندي مالك ورؤية وشروق، هما أجمل هدية ربنا رزقني بيهم. وعدت السنين والأيام لحد ما بقى بقالي حوالي 6 سنين متجوز. حياتي كانت مستقرة إلى حد ما، وشروق والأولاد كان وشهم حلو عليا، وبدأت أفتح فرع تاني للشركة. كان مع واحد صاحبي، لكن هو ماديا كان مقتدر أكتر. فتحنا الشركة تقريبا بالنص، كانت نص الأسهم ليا ونص الأسهم ليه. ومرت الأيام وأنا شغلي كل يوم بيكبر عن التاني، لحد ما في يوم لقيت عاصم صاحبي بيرن عليا في المكتب وبيقول لي: معلش يا حاتم، محتاجك ضروري بس النهاردة تروح مشوار لحد المطار بتاري، لأني هقابل الوفد الياباني النهاردة. خير يا ابني؟ مين اللي جاي يعني من المطار عايزني أروح له؟ ده بنت خالي يا عم، جاية لي النهاردة وجاية من بره وبقالها سنين ما جاتش، وطبعا نازله علشان تقعد معانا هنا في مصر، ويعني احتمال تشتغل معانا في الشركه، فمعلش علشان خاطر اروح اقابلها بدالي لاني حرفيا مش فاضي. طبعا ما اقدرش ان انا اقول له لا، خصوصا ان هو صاحبي. ورحت فعلا لحد المطار واستقبلت اللي كانت اسمها تسنيم. كانت بنت شكلها راقيه، وكانت شكلها يعني متربيه طول عمرها بره. وصلتها لحد المكتب وتعرفت عليها، وكان باين عليها انسانه محترمه. في الأول ما اهتمتش وما اديتش أي اهتمام، لكن بعد كده جت اشتغلت معانا في الشركة، خصوصا إن ابن خالها كان بيديها مجموعة من الأسهم بتاعته. هي حرفيا كانت بتفكرني بشروق في أول شغلها، كانت متميزة جدا وبتحاول إن هي تثبت نفسها. لكن واحدة واحدة الموضوع اتقلب. اتقلب لما بدأت أحس إن تسنيم بتقرب مني وبتكلمني، وبدأنا ناخد تليفونات بعض، والموضوع بدأ يعدي موضوع الشغل. بدأت تقرب مني وبدأت أحس إن هي بتحبني ومتعلقة بيا. في الأول أنا طبعا قلت مستحيل اللي بيحصل ده، أنا استحيل إن أنا أخون شروق أو أتعلق بأي واحدة غيرها. لكن الموضوع زاد، اهتمام تسنيم بيا واتصالها بيا وكلامها معايا خلاني مع الوقت فعلا بدأت أحب أتكلم معاها. ما كنتش عارف فعلا أنا كده بخونها، ولا اللي كل بعمله دوك مجرد كلام عادي. مرت الشهور والأيام لحد ما بقت تسنيم بقالها السنة معانا في الشركة، لكن انا ساعتها كنت اتعودت عليها دايما موجوده معايا وبتكلمني. واحده واحده لقيت تسليم جت لحد عندي واعترفت لي بحبها، وان هي بتحبني وما تقدرش تستغنى عني، وان سبب وجودها في الشركه ان هي متعلقه بيا. زي اي راجل طبعا فرحت ان انا لسه الستات بتحبني وكمان بتجري ورايا. لكن فجاه فقت لنفسي وقلت لا، ما ينفعش، انا ربنا رزقني بست ما فيهاش غلطه، ربنا رزقني منها بالأطفال ومحترمة وبتراعيني وجميلة جدا، وفوق كل ده بتراعي أهلي وبتخلي بالها من أمي. طبعا أخدت أجازة أسبوع كامل من الشركة علشان أبعد شوية عنها، لكن للأسف في الفترة دي اتفاجئت وبدون أي مقدمات إن أنا بحب تسليم وما أقدرش أستغنى عنها. حصل إزاي وفين وليه ده اللي معرفتوش. لقيت نفسي بمسك التليفون وبتصل على تسليم وبطلب منها ان انا اقابلها، واول ما قابلتها لقيتها بتقولي: انا عارفه انك بتحبني وما تقدرش تستغنى عني، وعارفه انك راجل متجوز وعندك اولاد، انا مش طالبه منك اي حاجه، انا طالبه بس ان احنا نكون مع بعض. وبعدين حتى لو فكرنا في الجواز، لا هو عيب ولا هو حرام، انت الشرع حلل لك 4، ايه المشكله؟ وبعدين شروق مراتك لو بتحبك
هتشوف راحتك فين وتعمله. بصراحة كلامها اقتنعت بيه جدا، وكنت حاسس انه من حقي، لا هو عيب ولا حرام، خصوصا ان انا حالتي المادية تساعدني ان افتح بدل البيت 2 و3. في الفترة دي قررت ان انا احكي للشوق على كل حاجة، لاني مش هقدر ان انا اروح اتجوز من وراها وراح اهرب بقى وبتبرى والكلام ده. ما كانش قدامي حل غير ان انا احكي لشروق. في اليوم ده روحت البيت ولقيت شروق بتقولي: مالك يا حاتم، بقالك اكتر من 6 7 شهور متغير وحالك متبدل، ودايما اقول هيجي ويتكلم معايا لكن انت على عادتك، فيك ايه؟ مالك؟ لو عندك مشاكل في الشغل احكيلي، لقيت ده بداية الخيط اللي هتكلم منه. بصراحة يا حبيبتي أنا عندي مشاكل في الشغل كتير جدا، والأسهم بتاعتي اللي في الشركة بدأت تخسر ومش عارف أعمل إيه، لحد ما لقيت حل كده بس خايف أقولهولك ترفضي. حل إيه يا حبيبي؟ لو محتاج فلوس ممكن تاخد الذهب بتاعي أو أي هدية غالية أنت جايبها لي تبيعها وتقف على رجلك تاني، على الرغم إن أنا مستغربة، أنت حالتك المادية بقى لها فترة مستقرة، الضرب ده حصل إمتى يعني؟ لا لا حاجتك خليها معاكي، مش هتنفع. انا بصراحه كده ما قداميش حل غير ان انا اتجوز تسنيم، يعني بنت خالة عاصم صاحبي، انت عارفه ان ليها اسهم في الشركه، والاسهم بتاعتها لما تنضم عليا هتساعدني كتير. لقيتها ساعتها اتصدمت وبتقولي بعدها بدقايق من السكوت: يعني انت عايز تتجوز علشان تصلح حالك المادي؟ ايوه طبعا، السبب الوحيد في اني عايزه اتجوز اني عايزه اظبط يعني المستوى المادي بتاع الشركه، مش اكتر من كده. انت عارفه يا شروق انا بحبك قد ايه، وبعدين هو انا مش هعمل حاجه لا عيب ولا حرام، ده حقي، بس لازم تعرفي اني بحبك وما حبيتش غيرك. لقيت نزل عليها صمت تام، كنت عارف ومتاكد ان هي مش مقتنعه بكلامي. نظراتها ليا كانت كلها لوم، وقلبها كان بيتكسر 1000 حته، وكنت سامعه بودني. الغريبة إنها اتقهرت وما نطقتش، ولا عاتبت ولا اتكلمت ولا سألت إيه حتى الأسباب اللي أنا هتجوز بسببها. لقيتها دخلت أوضتها وقفلت على نفسها 2 يومين كاملين بدون ما تتكلم معايا أو تتشاجر معايا أو حتى تسألني هعمل إيه، لحد ما في يوم لقيتها خرجت من أوضتها وقالت لي: بقولك إيه يا حاتم، أنا كنت ساكتة وبعيد عنك علشان أفكر، لكن أنا عارفة ومتأكدة إن أنت واخد القرار النهائي، وعارفة ومتأكدة إنك بتحب تسنيم وعايز تتجوزها، وهو ده كان السبب في تغييرك معايا الفترة اللي فاتت. كنت بكدب نفسي لكن دلوقتي اقتنعت. حقك إنك تتجوز، ما عنديش مشكلة، لكن أنا كمان من حقي اللي أنا أطلب بحقي وحق ولادي. طبعا ليك الحق في كل حاجة، عايزة إيه وأنا أعملهولك. أول حاجة كده تتجوز بعيد عن هنا، يعني ما تجيبهاش ليا الشقة، تتجوز في شقة بعيد. الطلب التاني الشقة دي تتكتب باسمي علشان تكون من حق ولادي، وما تجيش هي بعد كده لو ربنا رزقها بأطفال تشاركني في البيت اللي اتجوزت فيه. الحاجة التالتة ودي الأهم، انت ليك نص الشركة، انا بقى هاخد النص بتاع النص بتاعك، يعني انت مش هيبقى لك في الشركة غير الربع، علشان برضو هي لو فكرت في يوم تقولك اكتب لي جزء من الشركة يبقى زي زيها، لاني متأكدة ان هي هتخلف منك. ما هي الزوجة التانية كده طول عمرها بتبقى عايزة تكون متميزة، اوعى تفتكر ان انا طمعانة فيك، الموضوع كله ان انا عايزة أأمن مستقبل ولادي، هي دي شروطي علشان ارضى انك تتجوز، ولو مرضتش بيها براحتك ما عنديش مشكلة، هسيب البيت وهتطلق وهسيب لك ولادك هي تربهم لك، وهو ده اللي عندي. وطبعا تحت مسمى الشرع والقانون انا مش هجبرك تعمل حاجة، زي ما انت ما بتطالب بحقك انا كمان بطالب بحقي. طبعا يا حبيبتي انا ما عنديش مشكله، طلباتك كلها مجابه، انا كده كده مامنك يا شروق، وعارف ان انت بتامني مستقبل ولادك وده من حقك. كنت فرحان جدا ان هي اخيرا وافقت بدون اي مشاكل، كنت فاكر رد فعلها يعني هيكون غير كده، وفعلا رحت اتقدمت لتسنيم رسمي واتخطبنا، اتخطبنا تقريبا بالظبط 2 شهر. في الفترة دي زياراتي كانت للبيت قليلة جدا لأني كنت بجهز شقتي التانية وكنت مشغول مع تسنيم. مراتي كانت هادية للغاية، هدوءها ده كان راعبني، ما كنتش عارف ليه. طبعا قبل جوازي بـ2 يومين لقيتها قعدت معايا وقالت لي: مراتك ما تجيش الشقة هنا حتى لو كان زيارات،
مش عايزة أشوفها ولا أعرف حتى شكلها إيه. حياتك تكون بعيدة عني، أيام الأسبوع مش عايزاك تقسمها بيني وبينها، خليك معاها، أنت لسه عريس جديد، وزي ما أنا ما خدت حقي منك هي كمان من حقها تتمتع بيك. يعني عايز تقعد عندها شهر أو اتنين وتلاتة أنا ما عنديش مشكلة، لأن أنا مش هقبل بالوضع على طول، لأني أكيد هبقى محتاجة فترة علشان أتأقلم على الوضع ده. طبعا انا وافقتها على الكلام وما صدقت ان الموضوع جه منها، لاني طبعا كنت محتاج ان انا اقعد مع تسنيم فتره اطول ومش في اول الجواز اقسم الايام. نسيت اقول لكم صحيح اني قبل ما اكتب كتابي على تسنيم حكمت عليا شروق اني انفذ كلامي بوعدي ليها واكتب لها الشقه ونص الشركه، نص نصيبي اللي كان في الشركه يعني. وفعلا ده حصل، وبعدها بايام اتجوزت انا وتسنيم في شقه تانية بعيد عن مراتي. قعدت حوالي أكتر من شهرين ما بشوفش مراتي ولا أولادي، وكان الاتصال بيهم مجرد تليفونات. بعد كده بدأت أرجع الشقة وهي كانت بتعاملني بمنتهى الإهمال، ما كانتش دي شروق مراتي اللي كانت بتستنى المفتاح يتحط في باب الشقة. بدأت أحس إن هي بتعاملني عادي جدا وأقل من العادي كمان. لما بدأت أقرب منها تاني لأنها حرفيا كانت وحشاني وأطلب بحق الشرعي، كانت بترفض وعمرها ما خلتني أقرب منها، وكانت تقولي معلش سيبني على راحتي لحد بس ما تقبل الوضع وبعد كده هتلاقيني معاك عادي. مر تقريبا 6 شهور على جوازي من تسنيم. رجعت في يوم عشان اخبط عليها في البيت، لقيتها ما بتفتحش والكالون بتاع الشقة متغير. استغربت هي راحت فين ولا جت منين، وتليفوناتها كمان كانت مقفولة. بقيت هتجنن. رحت عند ابوها لقيته ما يعرفش عنها حاجة، لا هي ولا اولادي اعرف عنهم شيء. انا كان بقالي صحيح اسبوع بعيد عنهم لكن كنت بكلمهم. في يوم وليله كده كانت غصت، عدى اليوم بطوله وبعرضه، وتاني يوم رحت الشركه وساعتها لقيت السكرتيره داخله عليا وبتقول لي ان في محضر مستنيني بره. اتفاجئت ساعتها لما لقيت اللي جاي لي دوك محضر من المحكمه بقضيه خلع مراتي اصلا كسبتها. اتخلعت امتى ورفعت القضيه دي امتى وكسبتها امتى معرفش. اتصدمت ساعتها وما بقتش عارف اعمل ايه. بقى شروق تخلعني ترفع قضية وتكسبها بالسهولة دي وفي الوقت البسيط ده؟ عملت ده امتى وازاي معرفش. جريت جري على الشقة تاني لمجرد اني انا اتأكد منها من الكلام ده، لكن للأسف ما لقيتهاش. عدى اكتر من شهرين وانا معرفش شروق مراتي وولادي راحوا فين. مراتي ايه بقى اللي خلعتني في اليوم ده؟ كنت هتجنن. ولقيت تسنيم دخلت عليا وقالت لي هو في ايه يا حاتم، ما تهدى على نفسك، هو انت بتحبها قوي كده ولا ايه؟ انت اتجننت ولا ايه يا تسنيم؟ هو ايه اللي بحبها؟ مش كانت مراتي وام ولادي؟ وبعدين انا هتجنن، عايز اعرف خلعتني ليه؟ ما انا نفذت لها كل طلباتها، ليه دلوقتي بقى بتغدر؟ طلباتها؟ طلبات ايه اللي انت نفذتها لها؟ كتبت لها الشقه اللي هي قاعده فيها باسمها، شقه تسوى اكتر من 1,000,000 جنيه ونص نصيبي في الشركه، كتبته لها. نفسي اعرف بعد ما عملت لها كل ده علشان اتجوزك خلعتني ليه؟ لا ده انت اتجننت بقى، بتكتب لها شقتك وشقه عمرك علشان ترضى ان احنا نتجوز؟ طب كنت حتى شرني وانا اقول لك ما تعملش كده، ده احنا بيتقال علينا انك كيدهن عظيم. طب انا هو انت اهو، ان ما كانتش شروق ما حضرارك مصيبه. اصل انا عارفه هي كانت قد ايه بتحبك وشكلها اتقهرت لما انا وانت اتجوزنا، علشان كده خاف من رد فعلها يا حاتم. ما توجعيش قلبي بقى، مش لما اعرف هي راحت فين هي وولادي. وما كملتش الكلام انا وتسنيم الا ولقيت رقم تليفون غريب بيرن علي. فتحت بسرعه ولقيته ساعتها البواب بتاع العماره اللي انا كنت ساكن فيها، ولقيته بيقول لي شروق هانم ظهرت يا بيه، طلعت الشقه من حوالي ساعه هي والبنات والولد، لكن كان معاها راجل غريب اول مره اشوفه. طيب انا مسافه السكه واكون عندك. ان خرجت بس من البيت رن علي وخدت عربيتي وطلعت على البيت جري. وساعتها اول ما فتحت الشقه لقيت راجل غريب هو اللي بيفتح لي الباب وبيقول لي افندم حضرتك عايز ايه؟ هو ايه اللي افندم وعايز ايه؟ دي شقتي وبيتي ومراتي وولادي اللي جوه، مين انت؟ انا جمال. انت حاتم بقى؟ جمال؟ جمال مين؟ انا جمال جوز شروق. ما تحدش قالك ان احنا اتجوزنا ولا ايه؟ ساعتها لقيتها خرجت بكل جبروت ولقيتها بتقولي انت ايه اللي جابك هنا وعايز ايه؟ هو المحكمة ما قالتلكش اللي انا خلعتك ولا ايه؟ لا ده انت عديتي كل الحدود بقى، انت بتخلعيني وكمان بتتجوزي
وفي شقتي وعلى عفشي، ده انت عديتي كل المراحل. والله منك بنتعلم، بيتهيالي انت عملت كل ده قبل كده، يوم ما غدرت بيا واتجوزت عليا، وانا لحد النهارده معرفش ايه السبب. جاي بتلومني على ايه بقى؟ ويا ريت بعد اذنك رجلك ما تعتبش البيت ده تاني، وان كنت ناسي افكرك ان الشقه دي بتاعتي ومكتوبه باسمي، والبيت ده بقى فيه راجل، يعني بعد اذنك ما تجيش هنا تاني. لا اوعي تنسي نفسك، ولادك دول مش هتشوفيهم تاني. انا امنتك وكتبت لك كل حاجه علشان بس توافقي ان انا اتجوز، لا غدرت بيكي ولا اتجوزت عليكي من وراكي، لكن ولادك ادام اتجوزتي مش هتشوفي ضفرهم تاني، وهاخدهم منك يا شروق، وحقي والشقه واللي انا كتبتهولك من الشركه هاخده تاني. لقيت ساعتها جوزها رد عليا بكل جبروت وقال لي: بيتهيالي كده اني سمحت لك تتكلم زياده عن اللازم، يلا اطلع بره وما تجيش البيت ده تاني، وان كان ليك حق يا حبيبي ابواب المحاكم مفتوحه، يلا بالسلامه. خرجت من عندها وانا هتجنن، مش عارف اعمل ايه، دماغي كانت هتتفجر. ما كانش قدامي غير امي اللي لجأت لها ساعتها، لكن استغربت امي لما لقيتها بتقول لي: انت يا ابني اللي عملت في نفسك كده، كانت حياتك جنه ومراتك الدنيا كلها كانت بتحسدك عليها، وربنا رزقك بالولد والبنت ووشها كان حلو عليك، وبس وفتحت بدل الشركه اتنين ووسعتها، افتريت عليها ورحت اتجوزت عليها، لكن هي اتقهرت من اللي انت عملته. انا مش ببرر لها اللي هي عملته، لكن انت يا ابني اللي كنت السبب. ساعتها اتخانقت مع امي ان هي واقفه في صفها، وسبتها ورجعت الشقه على تسنيم. لقيت تسنيم طبعا قامت الدنيا ولعه، ان انا اللي عملت كده وازاي اكتب لها الكلام ده من الاول. طبعا ما استحملتش حد، واليوم عدى وتاني يوم رحت الشركه. اتفاجئت ساعتها ان شروق جايه للشركه وجايبه لي الولد والبنت في ايديها، ولقيتها بتقول لي: ولادك عندك، اتفضل ربيهم، زي ما انت عشت حياتك ورحت اتجوزت، انا كمان هعيش حياتي واتجوزت وهخلف تاني على فكرة، اصلك مش احسن مني، وزي ما حبيتك سنين وعشت تحت رجليك، الايام اللي جاية هدوقك المر في كاسات. وسابت العيال ومشيت. استعجبت، مش دي شروق مراتي، مش دي البني ادم الرقيقة اللي كنت بحبها، ده روحها كانت في العيال، ازاي بسهولة كده استغنت عنهم؟ لا بقى، ده الموضوع أكبر من كده. خدت الولاد وروحت البيت لتسنيم، لقيتها بتقولي: إيه ده بقى إن شاء الله؟ أنت جايب لي دول أعمل بيهم إيه؟ لا يا حبيبي، إن كانت أمهم ما استحملتش ورمتهم، أنا هربي عيال ولا في السن ده؟ لا، أنا لسه صغيرة وعايزة أعيش حياتي، واعمل في حسابك، زي ما أنت ما كتبت لمراتك، نص نصيبك في الشركة، النص التاني هتكتبه باسمي، وإلا كل واحد فينا يروح لحاله يا حاتم. اصل هي مش احسن مني، وبالنسبه لاولادك تقدر توديهم لوالدتك تربيها، وبيتهيالي كده انا عداني العيب، ما طلبتش منك حاجه من يوم ما اتجوزنا، لكن لو كنت انت فاكر نفسك ان انا هعيش لك ده انت واولادك، كنت خلفت لنفسي احسن طفل مني وربيته، لكن بيتهيالي انا مش هينفع ما اكمل معاك غير لما اضمن حقي. وبعدها تسليم سابت لي الشقه، وقالت لي ان شرطها الوحيد علشان ترجع تاني ان انا اودي الاولاد لامي، وان انا اكتب لها الشقه اللي هي موجوده فيها باسمها، وان انا اكتب لها النص التاني من نصيبي في الشركه برضه باسمها عشان تضمن حقها زي ما شروق اخدت حقها تالت ومتلت. وفي يوم وليله حياتي انقلبت راسا على عقب. طبعا اضطريت اخد اجازه من الشركه علشان خاطر اراعي اولادي اللي قاعدين معايا، ومش عارف اروح بيهم فين ولا اجي منين، لان امي ست كبيره في السن. لكن امي طبعا ما قبلتش بالوضع دوت، وطلبت مني ان انا اودي لها الاولاد لحد ما استقر على الحال. الموضوع ما خلصش لحد هنا، الموضوع ان الابله شروق عملت توكيل لجوزها بنصيبها في الشركه، وقانونا قدر يمسك نصيبها في الشركه وبقى يقابلني فيه كل يوم. عملت خناقات كتير ومشاكل كتير علشان ما يدخلش الشركه تاني، لكن للاسف القانون كان في صفه، لانها هي عامله توكيل لجوزها علشان يدير اعمالها، وبقى وشي في وش اللي اسمه جمال ده يوميا. حرفيا انا بقيت اتدمر كل يوم، ما بقيتش عارف ايه اللي بيحصل لي. تسنيم سابتني ومشي، وشروق اتطلقت وراحت اتجوزت واحد تاني، واولادي تايهين كل يوم في حته. علشان كده جيت احكي لكم حكايتي، حكايتي اللي لحد دلوقتي مش عارف اخد فيها اي موقف ولا اي حل، مش عارف اخد حقي من شروق،
ولا عارف أرجع تسنيم، ولا عارف حتى أراعي ولادي اللي قاعدين مع أمي. مش عارف أنا كنت صح ولا غلط، أنا ظالم ولا مظلوم. أرجع تسنيم وأكتب لها اللي باقي من فلوسي والشقة ونصيبي في الشركة، وأبقى أنا طلعت بالمولد بلا حمص وما عنديش أي حاجة خالص، والستات الاتنين كل واحدة فيهم قطعتني اتنين، ولا أطلقها وأعيش أربي ولادي مع أمي، ولا أعمل إيه؟ أنا فعلا ظلمت شروق، ولا هي كان ليها حق في اللي هي عملته؟ أنا أمنتها ومخونتهاش وكتبت لها كل حاجة علشان ده حق ولادي، لكن هي غدرت بيا. ناس كتير قالوا لي إن هي يمكن أصلا كانت على علاقة باللي اسمه جمال، وإن هي كانت راسمة لكل ده، لكن أنا مش عارف، مش عارف مين الصح ولا غلط. أنا أستاهل فعلا اللي جرالي ولا إيه بالظبط؟ يا ريت تقولوا لي رأيكم وتقولوا لي على حل، لأن أنا حرفيا بحس إن أنا انتهيت. ولحد هنا تنتهي حكايتنا، يا رب تكون عجبتكم ونالت اعجابكم. هستنى اسمع رايكم في التعليقات، وفي النهايه اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.